الو الوفي، جري جري الفران تحرق والمعلم تقاس بالعافية. الوفي داخ وما عرفش اش يدير، خصوصا انه يلاه شيامات باش تفرقع له القادوس في الدار وتضرر هو والجيران. الله الله، وصلتني الخبر، جيت كنجري، ياك ما تقاس شي حد. ها انت كتشوفيها بنتي، الفران ضاع والمعلم تحرق، مشاكل هادي زيدها على الدار تا هي، الله يلطف وصافي. بلاتي عليك بابا، بالنسبه للمعلم راه الحرق ديالو كيتعتبر حادثه شغل اللي انت داير عليه التامين. دابا المؤمن غادي يتكلف مصاريف العلاج وغادي يعوضو حتى على الايام اللي ما خدمهاش، وفي حاله الا بقى فيه شي عجز لا قدر الله ممكن يحصل على راس مال او ايراد. فهمتي دابا علاش التامين اجباري؟ اما الفران والمسائل الاخرى اللي تحرقات فالحمد لله اللي درتي داك التامين المتعدد المخاطر اللي كيغطي الحريق. دابا خصنا نتصلوا بالوسيط باش نديروا تصريح بالحادثه قبل لا يفوت الوقت. من بعد ما اتصلوا بشركه التامين وجا الممثل ديالها قام بالاجراءات اللازمه. ايوا دابا بقى لينا غير نتبعوا الملف ديالنا مع الخبير باش المؤمن يعوضك. الحمد لله اللي درت هاد التامين، ها هو دابا حماني وحما الناس اللي خدامين معايا، ولكن تنخلص التامين تنخلصو، علاش ما استغليتوش حتى في الدار؟ لا بابا، هذاك بوحدو كيتسمى التامين على السكن وهو اختياري ومهم بزاف، حيت كون كان عندنا كان غادي يصلح الضرر اللي وقع ويعوضنا، ويقدر يعوض حتى الجيران على الخسائر اللي سببناها ليهم. ايوا حتى كنوقفوا على الحاجه عاد تنعرفوا قيمتها. حتى دابا خدينا درس، وغدا ان شاء الله نمشيو لعند مؤسسات التامين نسولو على راسنا ونشوفو الخدمات اللي يناسبونا في التامين على الدار ونبقاو هانيين. ايوا الله يرضيه عليك بنتي، على بركه الله نمشيو نبداو بهذا الشيء دابا. ومن داك النهار الوفي تعلم وبقى في كلمته، وصبح عنده التامين اولويه ما كيفرطش فيه.